قدم تحالف متحدون ورواد العدالة بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في البقاع أماني سلامة ضد نائب رئيس المجلس النيابي إليل فرزلي، مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي على اعتبار أنها جريمة مشهودة. بحسب ما ورد في الشكوى التي رأت أن ما حصل بين الفرزلي والمودعين في محيط البرلمان يندرج في إطار جرم الجناية. نحن على خلفية الاعتداء على المودعين المحتجين قدام مدخل مجلس النواب امبارحة، تقدمنا اليوم وبالجرم المشهود ضمن مهلة الـ 24 ساعة المنصوص عليها قانونا بشكوى مباشرة مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، باعتبار انه المدعى عليه نائب رئيس مجلس النواب إليل فرزلي مقيم في زحلة، مما يؤمن الاختصاص المطلوب لقيام قاضي التحقيق بمهامه. طبعا الشكوى اشتملت على في توثيق وتسجيلات صارت معروفة ومستغربة نتيجة مش بس اللي عمله، والجرم اللي تقدمنا فيه هو القتل، محاولة القتل القصدي ومحاولة الإيذاء والتعنيف اللي كانت واضحة. بس اللي بيصير الاشمئزاز هو كيف بيصرح انه مودعين، ها في مودعين لأحد الصحفيين، وبعدين بأكد أنه إذا رجعت صارت بدي أرجع أدهسهم. يعني نائب، هيدا نائب رئيس مجلس نواب. بحسب علي، فقد أحكمت الدائرة القانونية إعداد الشكوى استناداً إلى المادتين 68 و29 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، واللتين يسقطن الحصانات حكماً في انتظار تبليغ النائب الفرزلي موعد استدعائه والتحقيق معه.